عليكم. انا الزهراء عمر. العمر ديالي فيها 65 عام. انا القصة ديالي المرض والفقر من الاولى في الحياة ديالي مريضة، ما تسرت لي الوقت، ما تسر لي الحياة، المرض دائما مريضة. ايوا سيدي. لا ما انا ما خدامهش، ما نقدرش نخدم. كنت انا كنصب شويه للعيالات اللي كنت شويه قد شويه، ولا الاخر لا ما قدرتش. صافي عيانه مريضه بزاف، فيها الروماتيزم البرد والسكر ومرض القلب، مريضه بزاف ما نقدرش يعني نتنفس بزاف. على خطره الليل كاع انا ما كنعس، كنغوت انا في الجهه اللي نعست عليها كنغوت بالقلب ديالي، ما كيخلينيش نعس، ما كنعس الا الربعه ولا دابا قرب العيد. دابا سيد انا بعدا في الاول انا ما ساكناش، ساكنه في واحد البيت كانت تعد فيها، كان لقى تحت مني تحت الكواش وتحت الحصيره عامره بالعرق وبالعرق كان بالغمول. كان واخا كان عرق ثاني، هذيك الليله كتكون فيها الماء، كيكون فيه الماء ديال العرق ديالي، كان عرق وما فيها الشرج، ما كتنفس ما والو. انا ما ساكناش، كنطلب على المحسنين المؤمنين اللي كيعرفوا الله تبارك تعالى وعارفين الدار فين كاينه، يحنوا عليا الا لقاوني عاوني. ما نقدرش نخلص الكرا، واخا الكرا صافي غلبني، الكرا غلبني، الصاير غلبني. لا ما عنديش انا العيد، ما عمرني عيدت سيدي، والله ما عمرني ذبحت ولا عيدت. ما عنديش، ما عمرني وصلت. اللحم ديال العيد، ماشي اللحم ديال العيد، كيعطيوني الجيران شي شويه، ولا ان انا من اللي كنا في دارنا شحال تقريبا من عام هادي ما شريتيش؟ انا من قبل من 95 انا ما عمرني شتا انا الذبيحه ولا العيد ولا من اللي كنت انا مرت. صافي جيت لهاد البلاد ومرت وكنكري البيت، كيغلبني الكرا كيغلبني الكرا، ما خرج ما عندي باش نشرى ولدي، باش نشري ما عندي باش نشري. الله تبارك وتعالى عالم عليا، كيتسالني الكرا، كيجي العيد الكبير كيلقاني تسالني 4 شهور الكرا، 5 شهور الكرا، الدواء الصاير، كنجيب القرعه ديال السيور، كنجيب 5 دراهم ديال الدجاج، ما كاين شاي كاين الله. 5 دراهم ديال الدجاج لا ماشي على العيد، كان باش كان كل في اليامات نيتو العيد، كيعطيوني الجيران شي شويه شي شويه، ماشي شي شويه اللي قليله شي شويه، كل واحد مسكين كيعطيني. ما ندير مره وحده 3 ايام حتى انا بغيت يكون عندي داري بحال الناس، نعيد فيه، نحل عيني، نعرف العيد شنو هو، هو الدين. ما كان عقلش انا كنكون مكمشه في العيد، انا كنكون مكمشه، ما عندي التحد، كندخل هذيك البيضه ديال الكرا وكنتكمش فيها، كنشم عند الجيران وكنشوف الناس كيجيو عند الاخرين لا اله الا الله محمد رسول الله، وانا ما عندي باش نعيد ولا باش نفرح ولا كنتكمش في البيت والكشاء. والله ولدي لا دابا دابا تعرف داك الجناب ديالي، دوك العظام اللي كنعس ليهم الا كلهم قلعوا الجلده، ما عندي حتى الفراش والله. هذوك الجناب ديالي كلهم تجلفوا، ولا غير كانت تقلب هكا هكا حيت ما كنعس بزاف، حتى كلشي تجرحوا بالكواش، ما عنديش البلاصه، ما عندي والو، عندي الله تبارك وتعالى. كنطلب الله تبارك وتعالى يحن فيا، الله يحن فيا خوتي المسلمين المحسنين، الله يجازيهم بخير، الله يحن فيا، الله يحن فيا في الدنيا والاخره، اللي سرح من طريقنا الله عمر ربي يسرح عليه طريق الجنه، الله يحن علينا واللي رحم علينا، الله يرحمه في الدنيا والاخره، الله يفرحه، الله يزين مستقبله ومستقبل ولادو، يرحم عليه الوالدين. بغينا اللي عاوننا، ما غدا باني تتسالني الكرام رضا، ما عنديش باش نخلص الكرام، عندي الدويان والله الا تخليت على 2 دويان حيت ما وصلتهمش، تخليت على 2 دويان كاع ما شريتهمش، ما عندي باش نشريهم. المهم لا اله الا الله محمد رسول الله، وما عندي ما عرفت اش غنقول، لا اله الا الله محمد رسول الله. الخروف ديال العيد ولدي راه قال لك ما ولفتوش، الله يسهل فيه، ما عرفنا سيدي ربي الا بدل الساعه في هذه الدنيا، والله ما عرفتوش، ما عرفتش. جاب لك شي واحد خروف العيد فرحتي به؟ ايه غنفرح به، الله يفرحنا ويفرحوا في الدنيا والاخره، اللي جاب لنا اللي يفرحنا الله يفرحوا، ما كرهناش الخير، الله يجيب الخير لنا والمسلمين اجمعين، ما كرهناش اولدي.
تقولي للناس يعني اللي كيشوفوك يعني اللي يفرحك؟ كنقول ليه الله يفرحو في الدنيا والاخره، الله يجعل ليه الفرح، الله يجعلو دائما في الفرح. انا السكن اللي كرفسني كاع ما عقلتش انا كاع العيد ولا عقلت، عقلت غير انا هاد الفراش اللي كانت تقلب فيهم كيكونوا فاز. كيدوز عندك العيد؟ كيكون عندي كيكون عندي العيد كنعرف فيها غير الصلاه وهذاك العيد. واش هو العيد ديال الدين والحج؟ ما كنعرفش انا العيد ديال العائله ولا الجلسه ولا ولا الذبيحه ولا الكباب ولا والو. كيدوز عندي العيد بحال غير دا كنعرف فيه الدين ديال الله تبارك وتعالى، صافي هاد الشيء كنعرفو. كنشوف الناس في الحج ونعرف هاد العيد ديال شنو هو، واش دين الله ولا كاين لا فرح ديالو. لا ما عرفتهمش، ما عنديش ما عندي ما عند ما حر لا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي اللي قلت لك اولدي ما عنديش باش نشري العيد ولا اللي بحال العيد ولا مع من اللي يجيب لي شي حاجه ولا كنجلسوا نهار العيد ندوزو هكا انا وهاد الدريه هكا بحال نسدو علينا كنحشمو من الناس كاع والناس فيهم اللي والجيران كاع غير مسلكين ماشي نيت زعما الجيران اللي يرحموك ولا كاينين شي مسائل. لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله. قول النمر ديالك 06 06 81 69 47 36 06 81 69 47 36 هذاك هو الرقم ديال ولدي. الله يجازيكم بخير اخوتي المحسنين، ما تخلوش عليا ما تخلوش عليا الله يرحمه ليكم الوالدين. راه المريضه في صحتي وانا شدني البؤس والفقر، هاد السكن عذبني ما فيهاش رجم ما فيه لا سدينا كنتخنقو الا حلينا كيجينا البرد هاد اليامات شويه برد هنايا. انا مريضه بالروماتيز بزاف كنتكرف في رجليا في العشيه كاع كيرجع عليا كله البرد والتكزاز كنطبطب بالكواش شويه ثاني كنعرق ما كاينش فين يتنفس عاد دوز الهواء عاد نرتاح شويه.